ورجعنا تاني في بيت أميرة، وزي ما احنا شايفين في ناس كتير عندها طموح ولا ولدوا كده، تحس ان هي فكرة، ومن الفكرة عملوا جمعية. الجمعية دي اسمها الجمعية المصرية العربية لفنيين الكهرباء، من أجل الارتقاء بمهنة فني الكهرباء ومواكبة التقدم التكنولوجي المتزايد، وحيث أن الفن الكهربائي ليس له الآلية التي تهيئه لمواكبة ذلك التطور وتمشيه معه بالصورة التي تليق به. كان لازما منا أن ننشئ كيان مهمته الأولى الارتقاء بمستوى فني الكهرباء الذي يعتبر حجر زاوية في الاقتصاد القومي، ومما لوحظ من فارق المستوى الفني والتقنيقي بين الفن المصري والأجنبي. فاجتمع نخبة من رجال الكهرباء الشرفاء الذين أتوا من شتى محافظات مصر، ودارت المناقشات إلى ضرورة إنشاء الجمعية المصرية العربية لفنيين الكهرباء، ورفع شعار نرتقي بالفن لنرتقي بالمهنة، وتحديد أهداف استراتيجية للجمعية، ثم توالت اللقاءات، ثم وضع للجمعية أهداف. ودلوقتي هنعرف من نخبة مشرفة ومتميزة من المهندسين الفنيين المحترمين جايين من شتى أنحاء العالم، أنحاء الجمهورية إن شاء الله نشوفكم في العالم كله معانا اللي مشرفينا الأستاذ المهندس محمود يوسف السمري، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية العربية لفنيين الكهرباء. زي حضرتك منورنا. والمهندس حسن حمدي طه، أمين عام محافظة الفيوم والجمعية المصرية الفنية لفنيين الكهرباء. زي حضرتك. والمهندس مؤمن عابدين حمدي، نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية المصرية العربية لفنيين الكهرباء. أهلا بحضرتك، منورنا ومشرفينا بجد، سعداء بيكم. ربنا يخليك يا رب. عايزين بقى نتعرف عن أهداف الجمعية وأهداف الجمعية المصرية لفنيين الكهرباء. لو حضرتك ممكن أستاذ مؤمن. أهداف الجمعية أولا رفع كفاءة الفن من تدريب، عندنا في الجمعية مدرب فني على أحدث التقنيات. تمام. وبناخد دورات، نوريهم دورات في المصانع علشان نعرف المنتج الأصلي من التقليد. تمام. النهارده بنحصل إن حريق يقول لك من الفن كهرباء. حريق كهرباء. نعود نتلاشى هذا الموضوع خالص، نمشي بالاصل على طول، الحاله الاصليه اللي شغال بيها. فبناخد الفنانين نعرفهم كل حاجه، عملنا دورات في جميع مجالات الكهرباء، بناخد دورات في المصانع والشركات، بنشوف موضوع الصحه والسلامه المهنيه ان شاء الله. عاوزين ناسس اهم حاجه هدف في الجمعيه، نعمل نقابه، بنا نقابه اسم في اسم في الجمهوريه. تمام. دي اهم هدف في الجمعيه، نوصل للنقابه اهم حاجه يعني. الدورات ديت بتقدمها الجمعية، هل الكورسات ديت بتفيد المتخصصين بس، ام اللي حابب يمارس اي حد حابب يمارس المهنة، يعني اي حد عايز يمارس المهنة يتفضل يخش الجمعية، وفي كورسات بتتقدم له ويعرف يتعرف اكتر، ان هو بحيث انه يتعلم، واحد زي واحد في البيت مثلا شاب عايز يتعلم وعايز ياخد خبرة، بحيث ان اي حاجة في البيت عايز يصلحها، حاجات بسيطة في البيت، فدي بتساعده اكتر. الجمعيه متيحه لكل حد. تمام. كل واحد في المجال او بره المجال. وعاملين كمان في عن الفيس اللي لينا صفحه دلوقتي باسم الجمعيه. هننظرها برضك حالا. في صفحه ثانيه باسم كهرباء عامه. الجمعيه برضو بنعرض اسئله والحقيقه بتاعت المنشورات والشغل بتاعت وعلى انستجرام برضو وعلى الواتس. ما شاء الله كل حاجه كويسه في الجمعيه بجد، اللي فيها التخصصات كلها. عايزين نسأل الأستاذ حسن، اتشرفنا بيك يا أستاذ حسن. جات لي معلومة إن كان في يعني خط إنتاج منتج سيء، وحضرتك قمت بتعديله في مصنع ما. عايزين نعرف أكتر عن صحة المعلومة دي. هو المعلومة فعلا صحيحة. طبعا هو كان المنتج كان منتشر في السوق، كان سيء الاستخدام، فاتصلت برئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمود السمري وطرحت عليه الفكرة، وقمنا بعمل زيارة للمصنع. طيب. والناس استقبلتنا استقبال باهر، وتم ايقاف المنتج وطرحه او لم من السوق المنتج السيء، وتعديل خط الانتاج، وحصلنا على شهادة تقدير من المصنع من المصنفين للحماية الصناعة المصرية. تمام. عايزين نعرف اكتر. ازيك يا استاذ محمود، مشرفنا ومنورنا بجد.
هل يوجد شركات كبرى يعني تتواصل مع الجمعية، ويا ترى ايه الخدمات اللي هي بتقدمها لفنيين الكهرباء؟ وخلال الفترة اللي فاتت احنا انشأنا جمعية في 2016، كان حوالي 4 سنين وفي 5 سنين. تمام. في شركات كتير بدأت تتواصل معنا الفترة اللي فاتت وخلال السنين اللي فاتت ديت، في منها اللي هو يعني تفاعل معنا واشتغل معنا وقدم الدعم ان احنا كنا المكان مطلوب منه. في شركات تانية تقاعست عن الموضوع، بس في حاليا دلوقتي اكتر من شركه قدمت دعم مادي للجمعيه وبتقدم لنا منتجات من الشركه بتاعتها. بنشكرهم جدا والله من خلال بيت اميره، بجد ده دعم كويس جدا بيفيدكم وبيفيد المجتمع كمان ككل. يعني غير ان احنا كمان المنتج بتاعها كمان احنا بنجيب الفنانين بتوعنا بيتدربوا على المنتج بتاعهم في المعامل التدريب بتاعت الجمعيه، فبيبداوا يشتغلوا بالمنتج ويمسكوه. الفني اللي بيمسك المنتج بايده بيقدر يعرف ايه العيوب والمميزات بتاعته. اه فعن طريق احنا يعني عشان المشكله اللي كانت حصلت مع الاستاذ حسن بدانا نتلافى الموضوع دوت مع الشركات، ان احنا ناخد المنتج بتاعها بنبدا نشتغل عليه، ولو في اي مشكله فيه احنا بنبدا نتكلم معاهم، وفي اي حاجه تعديلات والكلام ده بيبداوا يتواصلوا معانا ونتلافى الموضوع. تمام. عايزين نعرف من الاستاذ مؤمن برضك، نعرف المشاهد عن الدورات المختلفه للاعضاء، وهل فعلا سعرها متناول للجميع؟ يعني عم مدام نعمل دعم اقل حاجه 50%، اقل دعم 50%. كويس جدا. ندور تيار خفيف كاميرات وان شاء الله نجهز في الفطور، ان شاء الله هيبدا الفتره الجايه بعيد يعني جدا الفطور، وان شاء الله نجهز برضه طاقه شمسيه ما شاء الله. لا فعلا دي كويسه جدا على مستوى العالم، يعني حاجه دي اقل دعم 50%. عايزين نقول للاستاذ حسن برضو، ايه دور حضرتك بقى ما دام موجود في الفيوم ومجهوداتك لفنيين الكهرباء؟ انا ماسك المنصب اللي هو امين عام محافظه الفيوم. تمام. محافظه الفيوم بها 6 مراكز. مركز الفيوم، ابشواي، سنورس، يوسف الصديق، طميه، اقصى. كل مركز من المراكز بيكون فيه مسؤول عنهم. يعني حضرتك مسؤول عن الفيوم مثلا؟ واستاذ محمود؟ لا، الاستاذ حسن ماسك المحافظه كلها. المحافظه كلها، فكل مركز فيه واحد مسؤول تحت منه، كلنا بنجمع الاعداد بتاعته المطلوبه منه. الامين نفسه مش قادر يدافع عن المحافظه كلها. صح فعلا. فبنبدا نعمل احنا يعني عاملين تشكيل اللي هو الامين المحافظه تحت زي تحس ان هي جروبات لوحدها. ايوه جروبات لوحدها. كل يعني محافظه الفيوم بقى 6 مراكز. كل مركز من محافظه الفيوم بيه مسؤول ما شاء الله. ماشي. وبعدد طبعا من التوجيهات من رئيس مجلس الاداره. برجع له بالنسبه طبعا للدورات، او لو في اي زياره للمصنع او اي حاجه طبعا ببلغ المسؤولين في المراكز، وبنكون بقى الاعضاء بزياره خط الانتاج. لا جمعيه كبيره، مستوى كبير على مستوى الجمهوريه ما شاء الله. يعني احنا الجمعيه بتاعتنا فيها حوالي 23 محافظه، كل محافظه فيها امين، في كل مركز في كل محافظه من دول ايا كان عدد المراكز، في كل واحد فيهم واحد مسؤول تحت منه، في كل قرية وفي القرى والنجوع والعزب فيها ناس مسؤوله. يعني ما شاء الله الناس شبكه عنكبوتيه. شبكه، ايوه شبكه عنكبوتيه فعلا. ودايما في زياده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طب عايز اسالك برضك استاذ محمود باشمهندس، من خلال فرص العمل هل الجمعيه برضك ليها دور في من خلال فرص العمل؟ يعني بتوفر للخريجين مثلا؟ هو الفتره اللي فاتت كنا عاملين، كان معانا المهندس علي ابراهيم ده كان ترينر في اكاديميه ناس، فبدأنا نتواصل معاه وبدا يشوف لنا الاعضاء بتوع الجمعيه. كانوا بيروح هناك، كان في منح تدريبيه مجانيه تبع الاكاديميه، فراحوا هناك والمهندس علي بدا واقف معاهم، وهو اللي كان بيدربهم هناك وتخرجوا من الاكاديميه. وفي ناس من دلوقتي اشتغلت في دبي، وناس اشتغلت في ما شاء الله، وناس سافرت في الخليج، وناس سافرت بره كمان دول اوروبيه. يعني الدوره ديت شامله كل حاجه، بحيث ان اللي ياخدها ممكن يسافر بها، يعني يسافر باي مكان. ومعتمده ومعتمده من بنك المهارات المصري، ومعتمده من اكاديميه ناس. ما شاء الله. وفي اكاديميه بريطانيه اسمها سيتي انجلدز بتاخد منها شهادات كمان. دي اعلى اكاديميه واعلى تقييم على مستوى العالم. والمهندس علي ابراهيم بيتعاون مع الجمعيه، واي حاجه بنطلبها منه بيعملها ما شاء الله. يعني حد يعني انسان محترم، وانا بشكره. بنقول له الشكر برضه. انا بنتهز الفرصه دي واشكره. ايوه اشكر كل الناس. يعني احنا جايين هنا عشان نشكر كل الناس اللي بجد كويسه
بتفعل دايما على يعني فعل الخير والله احنا بنحاول في الجمعيه. والجمعيه بجد انا مبسوطه، يعني انا بحسب على مستوى يعني الفيوم بس كده، لا على مستوى المحافظات كلها دي. اه تمام. اه ما شاء الله. يعني زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا 23 محافظه، كل محافظه فيها ايوه احنا معانا حوالي في احنا معانا في الجمعيه حوالي 6000 عضو او 7000 عضو دلوقتي. كان دي بقى الكميه دي كم؟ لا عايزين نسمع الرقم تاني يعني. 6000 او 7000 عضو دلوقتي ما شاء الله، من اول اسكندريه لحد اسوان. انا معايا ناس في شمال سينا وناس في جنوب سينا وفي المطروح وناس في اسوان وناس في الاقصر وناس في قنا وناس في المنوفيه وناس في القليوبيه وناس في المنصوره. كل جميل ما كانت جميل جدا يعني. احنا عاوزين يعني الهدف يعني ان شاء الله في النقابه ان شاء الله عن قريب يعني. يعني طموح حضراتكم ان تتعمل نقابه نقابه للجمعيه لفنيين الكهرباء عموما ولا للجمعيه؟ لا يعني للكهرباء للجمعيه عموما يعني. من جمعيه لايه؟ للنقابه. ايوه تبقى نقابه الفنيين للكهرباء. ده كان هدف الجمعيه بجد كويس جدا. ده كان هدف الجمعيه من البدايه ان احنا بننشئ الاول كان عشان ما نحطش نفسنا تحت تلت القانون. تمام. ان التجمعات دي ممنوعه بحكم القانون. فاحنا قلنا نعمل جمعيه يبقى احنا نتجمع فيها كفنيين كلها على مستوى الجمهوريه كلها فاهم الجمعيه دي. ومن خلالها نقدر نعمل نقابه. كانت فكره مين حضراتكم يعني؟ هي في البدايه كانت يعني مش هقول لحضرتك كانت فكرتي انا. كان معانا ناس ثانيه وسابوا الجمعيه لظروف خاصه بيهم. وبدات انا اللي كملت الموضوع وبدات الشباب دي تبقى موجوده معايا. احنا قعدنا كانت صعبه في البدايه كانت صعبه فعلا لما تحس ان انت في لوحدك حاسس ان احنا في البدايه اصلا ما كناش نعرف او حتى مجموعه صغيره انما ما تلاقي حاسس ان الناس كتير تحس ان قلبك قوي قلبك جمد كده الناس بدات تشجعني بدات الموضوع بدات اتحرك وبروح هنا وهنا وفي شركات بقى مش عايزين نسمي اسامي شركات بس يعني بدات تتفاعل معايا في الموضوع وده كان هدف الانشاء الجماعي من البدايه احنا عايزين نعمل نقابه دلوقتي في واحد معلش يعني ممكن اي واحد في الشارع دلوقتي يمسك بنسه ومفك ولا كبيت كهربائي طب راح اشتغل في مكان هو اصلا مش مؤهل للكلام ده يحصل مشكله في المكان يبقى هم يقولوا الفنيين هم اللي غلطانين يبقى هو الغلط مع ان هو مثلا مش فاهم الحكم فعلا خطا في التفكير لكن النقابه لما موجوده بيبقى فيها حاجه بقى قاعده تعمل كنترول فعلا ان محدش يقدر يدخل المهنه لما يكون مؤهل ومعاه شهاده كاس مهاره معاه كان يوم زاويه المهنه مع عضويه النقابه وكمان يا ريت نتمنى كمان ان الموضوع كمان في اي وظيفه تتطلب يعني كفني ان الشركات تطلب منه من ضمن مسابقات التعيين بتاعته ان هو يكون معاه شهاده معتمده زي ما مطلوب دلوقتي بس دلوقتي يعني هي بتتم بطريقه مش مظبوطه ما فيهاش كنترول قوي لكن لما يكون في نقابه تقدر تحافظ على الفن وفي قبل ده كله كمان موضوع التامين الصحي انا كجمعيه ما اقدرش اعمل تامين صحي ليه؟ جمعيه زيها زي اي جمعيه لسه ما مش مؤهله او القانون بتاعها غير يعني ما بيتيحش الكلام ده لكن في النقابه نفسيه اقدر اعمل تامين صحي وتامين اجتماعي تمام احنا برضك عايزين نتعرف مع الاستاذ حسن يعني جالي سؤال برضك بيقول يعني عن الغش التجاري ازاي يعرف ان المنتج ده اصلي ولا مغشوش ولا مضروب ولا حاجات كتير موجوده في السوق انا ما اعرفش او ممكن فني لسه خبره لسه مش خبرته قوي ممكن يقول لي ده كويس اعرف منين انا اقول له لا ده مش كويس هو سؤال مهم جدا حضرتك انت سالت السؤال ده تمام لان يعني في هذا المجال يعني في شتى من يعني جميع المنتجات تحس انه ده جميل ده ايطالي ده مظبوط ايوه يقول لي كده وخلاص اقول له تمام ماشي يجي بعد شويه حاجه بايظه طيب احنا يعني بتقوم الجمعيه بعمل دورات توعيه على خطوره المواد المقلده ماشي وتكون بهذه الدورات على هيئه ورش داخل المؤتمرات والمعارض للادوات الكهربائيه وحضور بقى من مهندسين شتى طبعا للتعميم بقى ويسبق بقى الميعاد من الجمعيه للاعضاء احنا طبعا المنتج بنشوف المواد الخام اللي هي موجوده في الشركات اللي هي الاصليه بيطرحوا لنا توضيح المنتج بكل بقى مشتملاته من خط الانتاج واحنا بنشوف العيوب واحنا بنعرف الخامات لازم نعرف نتعرف على المنتج ومن هذا تعريف المنتج في المنتج الاصلي بنطرحه للاعضاء في الجمعيه يبقى حاسس الفني ان هو لما يشتغل يبقى عارف ان هو المنتج ده اصلي او مقلد تمام واي رقي بقى لشركه او فخامه الشركه من خلال الفني لان الفني هو اشهر الشركه او طريق للشركه
استاذ مؤمن برضك عايز اعرف من حضرتك يعني كان في كتب وفيديوهات للمتخصصين الفنيين، هل بتساعد فعلا الفني؟ اكيد طبعا الفني بيحتاج كل يوم راي علوم جديد. النهارده كان في شويه يعني ما يقولوش بس هروح بس اخد كورس وابقى مهندس. لازم نراجع كتب ما بنحفظها عندنا، نرجع كتب وراي كل حاجه. تمام. كتير وكورسات على النت وفي ده وعندنا بنزل على سطح الجمعيه عندنا برضه. تمام. هو مجال الكهرباء اصلا يعني مجال الكهرباء ده تمام. مجال الكهرباء ده يعني انا الكهرباء ده علمي. لازم يبقى فيه رقي للفن بحيث ان هو يتأهل نظريا ثم عمليا بحيث ان هو يعرف ازاي يتعامل مع الشيء اللي شغال فيه. فمجال الكهرباء ده يعني حاجه كبيره، وطبعا انا الفني ده اصلا انا بعتبره مهندس. فعلا انت شرفتونا النهارده وتعرفنا كتير وتعرفنا على الفنيين كمان عموما، ان فعلا ان شاء الله باذن الله يكون لهم مستقبل عظيم، وان شاء الله يعني يكون صوتنا مسموع ويكون في نقابه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله دي اخر حلقه في الموسم الاول لبيت اميره، استنونا ان شاء الله باذن الله حلقات جامده جدا ان شاء الله باذن الله الموسم الجديد في بيت اميره. وتابعونا دايما على صفحه البرنامج بيت اميره مع اميره شعلان. اي حد عنده موهبه يكون معانا ان شاء الله باذن الله على صفحه البرنامج يتواصل معانا، وان شاء الله باذن الله يكون معانا في الموسم الجديد. وشكرا والى اللقاء دايما وفي امان الله.